أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من مؤشر النيل نستعرض فيها بالأرقام وتحليل مؤشرات البورصة المصرية التي سجلت تراجعا جماعيا في ختام تعاملات اليوم. تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3% ليصل إلى 5324.70 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 27% مسجلا 428.16 نقطة. نزل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 23% يسجل 734.4 نقطة. تراجع مؤشر EGX20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 21% يسجل 6210.59 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع العقارات قطاعات السوق بنسبة 23.61%، تلا قطاع الاتصالات بنسبة 16.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 12.59%، تلا قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 12.38%. اتجه المستثمرون المصريون اليوم نحو البيع، استحوذوا على نسبة بلغت 12.35%، كما اتجه العرب نحو البيع أيضا وحصلوا على 81%، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء وحصلوا على 86.84%. يأتي هذا في حين اتجهت المؤسسات للشراء واستحوذت على 88.54%، في حين اتجه الأفراد نحو البيع وحصلوا على نسبة 11.45%. بخصوص الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 7.86%، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 6.45%، يليها سهم العبوات الدوائية المتطورة بنسبة 6.33%، ثم سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.76%. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم شمال إفريقيا للاستثمار العقاري بنسبة 6.38%، ثم سهم العبوات الدوائية بنسبة 5.92%، تلا سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 5.07%، ثم سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 4.76%. للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا في استوديو النيل الأستاذ أحمد العطيفي خبير أسواق المال. مساء الخير أستاذ أحمد. يعني اليوم كانت آخر جلسة في شهر يوليو، أغلق على تراجع بسيط، قراءتك لجلسة اليوم إيه؟ يعني أنا شايف جلسة النهاردة يعني بتعبرش على تداولات الشهر كله أو أداء السوق في خلال الشهر كله. الهبوط اللي حصل النهاردة في السوق كان هبوط ضعيف جدا لا يذكر تقريبا على إيجيكس 30 أو على كل المؤشرات المدرجة في السوق. الواضح ان النهارده طبعا كان في ارتفاع في قيم تداول كبير بفعل صفقه اوراسكوم للانشاء والصناعه النهارده اللي كانت تقريبا في 4 مليار جنيه بس تتعلق بهذه الصفقه. اما في مجمل الشهر كله عموما، الشهر دوت يمكن من افضل الشهور اللي شهدها السوق من يعني في بدايه 2013 حتى الان. مؤشر ايجيكس 30 ارتفع اكثر من 7%، مؤشر ايجيكس 70 ارتفع اكثر من 10%، واعتقد ان الارتفاع القوي ده كله يعني احنا بنتكلم في شهر واحد حصل هذا الارتفاع بعد طبعا ثورة 30/6، وابتدت بقى الأحداث تبقى قوية موجودة، تغيير حصلت في الأنظمة مثلا النظام السياسي في البلد، ومتوقع تغيير في النظام الاقتصادي، حكومة جديدة برنامج اقتصادي مهم جدا فيها، رئيس الوزراء رجل اقتصادي من الدرجة الأولى، فده ساهم للارتفاعات اللي كانت موجودة كلها في الشهر. فجلسة النهاردة أعتقد إنها مش مقياس لحركة التداول طول الشهر تقريبا، هو معروف حتى نهاية الشهر بتبقى في بعض المؤسسات أو الشركات الموجودة
موجوده في السوق بتفضل انها بتقفل بعض المراكز الماليه، بتحجم عن مثلا اعطاء مثلا بعض المتعاملين في السوق تسهيلات ائتمانيه وموجوده لبناء اي محافظ جديده. لكن بوجه عام انا شايف ان الشهر اللي احنا موجودين فيه دوت كان من افضل الشهور تقريبا في 2013، وان كان ان في بعض الاسهم المدرجه في السوق حققت ارتفاعات اكبر من المؤشر، يعني ايجكس 30 مثلا لو ارتفع 7% في خلال هذا الشهر، في اسهم موجوده في السوق يمكن ارتفعت ازيد من 10 او 15%. ودوت يرجع طبعا ان في فرق ما بين اخبار على السوق وفي اخبار ممكن على بعض الشركات الموجوده في السوق. طب بالنسبه لاداء النهارده هل كان في تذبذب في الاداء؟ من بدايه الجلسه حتى نهايتها كان السوق ماشي على وتيره واحده، وما بين الارتفاع والانخفاض وكله كان طفيف تقريبا، ما حصلش فيه اي حاجه. اللي كان متاثر طبعا في السوق ان التغييرات بقى اللي هنتكلم عليها اللي حصلت على المؤشرات الموجوده في السوق هي السبب في التباين الموجود. وانا شايف ان السوق في الجلسات القادمه ويمكن في الاسبوع الجاي واللي بعديه عموما الشهور القادمه هيبقى في تغيير في حركه مؤشر ايجكس 30 بعد التطورات اللي حصلت في الموجوده في المؤشر، فمش هنلاقي على فكره الصعود قوي في السوق بعد كده بالقوه اللي كانت موجوده، ولا هبوط قوي هيبقى موجود في السوق، لان نظرا طبعا التعديلات اللي حصلت في المؤشر هيبقى ليها عامل كبير جدا في الذبذبه اللي حاصله في السوق. استاذ احمد، يعني لو اتكلمنا عن صفقه استحواذ الشركه الهولنديه بالامس على اوراسكوم للانشاء، تاثيرها ايه على السوق وعلى المؤشر كمان؟ يعني هو ليها اكتر من تاثير وليها اكتر من عمق موجود في السوق. اول حاجه هتاثر على السوق لو اتكلمنا على مؤشر ايجكس 30، طبعا كان السهم دوت هو رقم واحد الموجود على المؤشر، هو كان قائد المؤشر لسنوات عديده. بعد ما تمت هذه الصفقه اصبحت دلوقتي احجام التداول الحر او التداول الحر لهذه الشركه اقل من 5%، ودوت اللي ساهم لو احنا بنتكلم على ان حصل تعديلات خلاص للشركات المدرجه على مؤشر ايجكس 30. خروج اوراسكوم للانشاء والصناعه من هذا المؤشر ممكن هيخلي طبيعه معينه من المستثمرين الموجودين على كل الفئات سواء عرب او اجانب او مصريين ان هم مش هيفكروا يعملوا استثمارات في هذا السهم، خصوصا ان احجام التداول اصبحت ضعيفه جدا لا تذكر، تقريبا ما تتعداش 2% احجام التداول الموجوده، وده يهدد الشركه انها مش هتستوفي قواعد القيد والشطب الموجوده في البورصه، لان من اهم قواعد القيد والشطب او استمرار الشركات الموجوده. مصير الشركه ايه في المؤشر؟ لا هو مصير الشركه في المؤشر هي خرجت خلاص من مؤشر ايجكس 30 في التعديلات اللي حصلت امبارح، وهو مش هي بس لوحدها خرجت، هي في ست شركات خرجت من المؤشر وفي ست شركات تانيين دخلوا، لكن الشركه طبعا ممكن هتبقى مهدده ان هو يتم شطب الشركه من البورصه المصريه تماما، لان بنقول التداول الحر لما بقى اقل من 5% قدام الشركه لحاجه اللي هي لا تزود التداول الحر يبقى اكتر من 5%، وده يرجع ان الشركه تطرح اسهم او تبيع بعض من الاسهم تاني تدرجها في السوق، او بقى تتعرض لفكره انها تتشطب. طبعا قيمه التداول بتكون منخفضه بتخلي بقى خلاص طبيعه المستثمرين حتى لو السهم بيتداول في السوق لكن احجام التداول منخفضه بتخلي برغم ان الشركه تبقى قويه ما لقيتها الماليه قويه، لكن دي بترفع مخاطر ان المستثمرين يعملوا فيها اي ترانزاكشن او يعملوا فيها انفستمنت جديد، لان على طول انا اعتقد ان اي مدير محفظه قبل ما يفكر ازاي امتى يشتري لازم يفكر ازاي يخرج من البوزيشن اللي هو عامل فيه. يعني النهارده لو شركه قويه ويقاس على كده في شركات كتير قوي في السوق قويه جدا لكن احجام التداول بتاعها ضعيف، فبالتالي تلاقي في محافظ استثماريه كبيره ما بتفكرش تنشا فيها اي استثمارات، لان زي ما بقرر انا كمدير محفظه قبل ما افكر ازاي اشتري لازم افكر ازاي ابيع، ودي مشكله اللي هتواجه اوراسكوم ان شاء الله والصناعه في الاسهم المتبقيه حتى الان من هذه الصفقه. حضرتك قلت ان الشركه مهدده بالشطب، يعني ايه الاجراءات او ايه الافعال اللي هي يجب ان تتخذ الان؟ النهارده تهديدها للشطب هو امر طبيعي، النهارده بعد صفقه الاستحواذ، وصفقه الاستحواذ كانت على 31% تقريبا وكسور من الاسهم المتبقيه اللي ما دخلتش قبل كده في الدين اللي هو بعد كده تحولت الاسهم لتتداول في بورصه هولندا. النهارده لازم تكون المتداول في السوق اعلى من 5% عشان الشركه تفضل موجوده او لستد في البورصه. طول ما التداول اقل من 5% يبقى هي الشركه قدامها خيارين، لا يتم شطب هذه الاسهم، لا يتم ارتفاع التداول طبعا من 2% ليطلع 5%، وده امر هيبقى متروك للشركه احنا مش هنقدر نحدده تماما اطلاقا. يعني خلال السنه اللي فاتت احنا شاهدنا مجموعه من صفقات الاستحواذ وتخرج بعض الاسهم القياديه في السوق، تاثير ده على الاستثمارات في السوق ايه؟ هو النهارده في تاثير مباشر وتاثير غير مباشر. التاثير اللي هيبقى التاثير المباشر على الاقتصاد عموما لو كانت هذه الصفقات لشركات موجوده لسه في مصر
او على الاقساط مثلا زي الصفقه اللي حصلت بين بنك الاهلي سوستي جنرال. هو بنك لسه مازال موجود في مصر. البنك دوت لما بنك قطر الوطني استحوذ على هذا البنك، اعتقد ان هو هيوسع البنك، هيوسع عدد الفروع الموجوده في البنك، هيزود المحفظه الائتمانيه لديه، هيزود شكل التمويل بتاعه، فده هينعكس ايجابيا على الاقتصاد كله عموما، لكن ممكن ينعكس سلبيا على المستثمرين في السوق في البورصه بس، بسبب ان عدم تداول هذا السهم وعدم تواجده في السوق تقريبا هيخلي المحافظ الاستثماريه يعني هتتجه لقطاع تاني، تتجه لاسهم تانية او في قطاع تاني مدرك في السوق. برضه على نفس المنوال كان بدينا بنتكلم على اخر صفقه متعلقه باوراسكوم من شاو الصناعه، خروج هذه الشركه من البورصه المصريه، او يعني هي لسه لحد دلوقتي موجوده لكن كل المؤشرات بتقول ان الاحتمال الاكبر انها ممكن تخرج من السوق، هتخلي برضو المستثمرين الاجانب هيراجعوا تكوين محفظتهم الاستثماريه الموجوده في السوق، لان هم بيحبوا يفضلوا على طول يعني لما يعملوا استثمارات في السوق تكون برضو الشركات ديت تكون مدرجه برضو في بورصات ثانيه، زي تبقى مدرجه مثلا في بورصه لندن، مدرجه في بورصه هولندا، فاصبح اوراسكوم من شاو الصناعه اللي عايز يستثمر فيها هيخش يشتريها بره في بورصه هولندا، وهيأثر عندك هنا في السوق، هيأثر طبعا على القيمة السوقية للسوق، لما تخرج لو خرجت شركة زي اوراسكوم من شاو الصناعة القيمة السوقية عندنا في السوق هتتغير تماما. بوجه عام تأثيرات هتبقى على الاقتصاد ممكن تبقى تأثيرات إيجابية، يعني مثلا التأثيرات الإيجابية اللي هي قصيرة الأجل، مش طويلة الأجل، اللي طبعا هذه الصفقة زودت مثلا الدولار في مصر، يعني هذه الصفقة تمت بالدولار، فالنهارده دخل في الاحتياطي النقدي عندنا، دخل في دولار أكيد، والمستثمرين خدوا الكاش طبعا بالعملة المحلية. ففي تأثير قصير الأجل وفي تأثير ممكن يبقى طويل الأجل. التأثيرات قصيرة الأجل عموما بتبقى تأثيرات إيجابية، حتى صفقة الأهلي سوستي جنرال كانت تأثيرات إيجابية قصيرة الأجل، المستثمرين اتخلق معاهم جزء معين من السيولة، ابتدوا يوجهوه بقى في استثمارات تانية سواء في البورصة أو استثمارات تانية في استثمارات تانية محيطة في أي قطاعات تانية مختلفة، لكن التأثير طويل الأجل هو اللي هيبان، ودوت هنبتدي نحسه تقريبا بعد سنة أو سنتين، ما لم بقى نلاقي في كيانات جديدة يتم طرحها في السوق وتبقى قوية على زي أوراسكوم شاو الصناعة، تبقى شركات كبيرة، وأعتقد إن في مصر عندنا في شركات كبيرة جدا في قطاع زي قطاع البترول مؤهلة إنها تبقى بنفس القوة، ولكن دوت يرجع طبعا لبرنامج الموجود في مصر، لو مصر بتفكر لخصخصة بعض الشركات زي مثلا اتعملت في المصرية للاتصالات وطرح 20% زي ما حصل في أموك، زي ما حصل في سيدي كرير البتروكيماويات، ده هيتجه بقى للبرنامج الاقتصادي في البلد وفكرة الخصخصة أو طرح جزء جديد من الأسهم في السوق. لو حللنا سلوك المتعاملين اليوم هنلاقي إن المصريين والعرب اتجهوا نحو البيع، وكان في ضغوط بيعيه كبيره، بينما اتجه الاجانب لشراء النهارده. تفسير حضرتك ايه؟ يعني هو شراء الاجانب برضو تحت بند ان النهارده مؤسسه اجنبيه هي بتشتري اوراسكوم من شاو الصناعه، فهو دوت مساهم برضو في ارتفاع احجام التداول المتعلقه بشراء الاجانب. وانا على طول بفسر ان الشراء للاجانب او العرب والمصريين بيرجع لوجهات النظر المختلفه للسوق، وعلى طول بكرر ان مش على طول الاجانب بيشتروا وهم على صح والمصريين على غلط، او الكلام دوت بيحصل على العكس. ويمكن نربط النهارده الارتفاع ان مثلا ممكن العرب النهارده كانوا خرجوا من السوق المصري، لكن النهارده مثلا بورصه زي البورصه السعوديه كان فيها اتجاه قوي جدا للشراء، وارتفعت لاعلى نقط ليها من مثلا من مارس 2012 حتى النهارده. اعتقد ان هو الجلسه بتاعت النهارده مش مقياس او حكم على اداء المستثمرين في السوق، لكن هو الحكم بالنسبه لنا دلوقتي ان اوراسكوم من شاو الصناعه خلاص شركه قويه اتباعت، يعني خلاص موجوده خلاص في بورصه هولندا، موجوده في شهادات الايداع الدوليه، وابتدت احجام التداول عندنا هنا ضعيف، ده عامل من الاسباب الرئيسيه على فكره اللي هنلاقي ان نسب تداول الاجانب يمكن تقل في السوق المصري في الايام القادمه. طب حضرتك شايف السيوله حجمها ايه وحجم التداول؟ طبعا هو في اسباب كبيره جدا لانخفاض السيوله، انا مش عايز اقول ان ساعات التداول في السوق 3 ساعات بس هي السبب، انا شايف ان ده يمكن السبب الاخير، لان اللي عامل قرار شراء هو مش هيفكر ان احجام التداول 3 ساعات بس في السوق، ولا اللي عامل قرار بيع هيفكر ان 3 ساعات بس، ممكن يفكر يبيع او يشتري في اول ساعه. طبعا انخفاض احجام التداول انا شايفها انها ترجع على طول، احجام التداول بغض النظر عن هذه الصفقه ترجع على طول لفكره عدم التاكد من المستقبل شكله ايه، التغيرات السريعه اللي بتحصل في الاقتصاد المصري، التغيرات السياسيه السريعه اللي حصلت في مصر ديت، انا شايف انها هتخلي كل المستثمرين على فكره سواء المحليين او الاجانب او العرب هيفكروا يعني اعاده توزيع استثماراتهم جوه مصر.
في ناس بتعيد اعاده توزيعات استثماراتها جوه مصر بشكل ايجابي، ودوت واضح ان مثلا العرب السعوديه والامارات والكويت وبعض الدول العربيه ابتدت تفكر في استثمارات قويه في مصر، وابتدت الاعلان ده حقيقي موجود استثمارات عربيه، على سياق ان في ناس بعض الاستثمارات الثانيه كانت ضد اللي حصل في مصر، او لسه مش متفاهماه، او لسه مش مقتنع بيه، او مش يعني مدركاه لحد دلوقتي، ابتدت تجمد الاستثمارات بتاعتها في مصر. وانا شايف ان دوت مش لمصلحتهم، لان اللي حصل الاستثمارات او العلاقات الاقتصاديه ليه تاثير على السوق او الاقتصاد بصفه عامه عندنا في هو تجميد العلاقات الاقتصاديه ديت مع شكل الدوله ايه هي؟ هل الدوله ديت اقتصاديه من الدرجه الاولى، وحجم التجاره بينها وبينها كان في السابق شكله ايه؟ لو كانت دوله احنا علاقتنا الاقتصاديه بيها قويه وحجم التجاره بينها قوي وليها سوق كبير عندنا، ده هياثر علينا، لكن من الناحيه الثانيه لو كانت لكن البديل المنافس ليها فمش هياثر على انا على طول شايف وجهه نظري ان الدول العربيه اقوى من اي استثمارات، حتى لو كانت استثمارات جايه من اوروبا، لان على فكره الدول العربيه كلها الخليج السعوديه الكويت وقطر المنطقه العربيه دي كلها هي اللي بتدير الاقتصاديات بره، يعني دوله زي السعوديه عندها احتياط نقدي من العمله الاجنبيه اكتر من امريكا نفسها. فالنهارده احنا لو ابتدينا بقى في استثمار بين مصر وبين الدول العربيه قوي وشلنا كل المعوقات لهذا الاستثمار، اعتقد مش هنحتاج لاي حد خالص. يعني انخفاض الفائده على اذون الخزانه ايه تاثيره على السوق وعلى الاقتصاد؟ يعني هو هيبقى ليه اكتر من بعد مع بعضيه، طبعا الانخفاض دوت هيخلي ان بعض المستثمرين اللي هم كان المؤسسات الماليه اللي هي كانت بتفكر انها على طول بتعمل مراكز ماليه في الاستثمارات في اصول الخزانه، ممكن هتبتدي تفكر انها تستثمر في سوق المال، وده ممكن يبقى شكل ايجابي. طبعا انخفاض الفائده على اذون الخزانه هيقلل العبء من الدين المحلي، لان طبعا اذون الخزانه ديت بتصدرها وزاره الماليه، وزاره الماليه بتخلي البنك المركزي بيصدرها، وده بيبقى عبء على الحكومه نفسها. فانخفاض هذه الفائده هيبقى انخفاض على الدين المحلي الموجود في البلد، وده هو لصالح الاقتصاد. واعتقد لو ابتدت الانخفاضات ديت ابتدت متواليه، ممكن نبتدي نسمع مثلا في الشهور القادمه هيبقى في انخفاض بقى البنوك نفسها او البنك المركزي يبتدي يعمل انخفاض على الايداع والاقتراض، وده هيبقى صالح للاقتصاد كله عموما، هيقلل تكلفه الاقتراض وهيقلل تكلفة رأس المال للشركات الموجودة في السوق. طب احنا ملاحظين فترة يعني ان في استقرار للجنيه امام الدولار، ده تأثيره ايه على السوق او على الشركات المدرجة بالسوق؟ يعني برضه يعني كل اللي حضرتك بتقوليه ليه تأثيرات كتيرة. اولا الموضوع المتعلق بالدولار، يعني ارتفاع الجنيه قصاد الدولار او حالة الاستقرار الموجودة، كان طبعا حالة كتير جدا من المتعاملين في السوق او حتى الافراد اللي عندهم ادخار في القطاع العائلي كانوا ابتدوا يتجهوا ان هم بياخدوا الكاش الموجود عندهم بالجنيه المصري يحولوه الى فكره الدولار، ودوت هيعتقد على موضوع الاستقرار دوت هيساهم لعدم ارتفاع الدولار قصاد الجنيه، ان مش هيبقى في تحويل من الجنيه للدولار، ده رقم، ده جزء. الجزء المهم ان هيساهم ان الشركات المدرجه في السوق اللي هي المدخلات الصناعيه بتاعتها اللي هي بتستعمل فيها اللي هي بتستورد منها جزء، اعتقد التكلفه عندهم هيبقى فيها توازن او التكلفه عندهم هتبتدي تقل، وده هينعكس بقى ايجابيا بطريقه مباشره على الشركات المدرجه في السوق اللي هي التكاليف المتعلقه بالمصروفات او التكاليف المتعلقه بالوحدات الانتاجيه عندهم. ده كله ده عموما اعتقد الثبات لسعر الصرف برده دوت ساهم على الثبات مثلا في التصرفات الائتمانيه الاخيره اللي حصلت في مصر. طبعا احنا ما زالت مصر في منطقه الخطر من ناحيه التصرفات الائتمانيه، لكن بعض المؤسسات الماليه اللي هي كانت كل شهر بتقول تراجع في التصنيف تراجع في التصنيف، اعتقد اول مره من سنه تقريبا او يمكن اكتر من سنه نسمع نقول ان فيه ثبات في التصنيف الائتماني في مصر، ودوت راجع لاسباب كتيره. طبعا ارتفاع الاحتياطي النقدي بعد طبعا الحزمه الكبيره المنح اللي احنا خدناها والقروض من الدول العربيه، ودوت سبب من الاسباب. استقرار سعر الصرف الموجود سبب من الاسباب. ما ننكرش برضو السياسه اللي عملها اداره البنك المركزي الجديد انها بتتدخل بقوه في السوق، يعني الطروحات على طول بتعملها المزادات اليوميه، المزادات اللي بتتعمل في حدود 50 مليون دولار، مره واحده ما يلاقوا ان في حركه تلاعب مثلا او حركه انها ترفع سعر الدولار، تفاجئ ان هم مره واحده يدخلوا 600 مليون دولار او 700 مليون دولار، ودي بتبقى ضربه قويه لرول السوق الموازي. عموما استقرار سعر الصرف هو امر لصالح الاقتصاد كله عموما. انا على طول برضو بقى بضد فكره، انا يعني مش عايز ان الجنيه يرتفع بقوه قصاد الدولار، انا عايز ان هو يعبر عن الحاله الاقتصاديه الحقيقيه الموجوده في البلد. طب النظام السابق او الحكومه السابقه كانت متبنيه مشروع الصكوك الاسلاميه، هل هذا المشروع قائم ام لا؟
اولا الصكوك الاسلاميه هو مش مشروع ابتكار للنظام السابق اللي موجود في مصر. الصكوك الاسلاميه هي فكره على مستوى العالم، وكل ومعظم الدول كانت هذه الفكره عندها جيده، لكن الوضع الحالي اللي موجود عندنا في مصر اعتقد التغيرات الوزاريه اللي حصلت، يعني النهارده وامبارح وزير الماليه كان اصدر قرار ان هو تقريبا 6 من المستشارين اللي كانوا موجودين ليه الموجودين قبل كده في وزاره الماليه، ان هو يعني 6 المستشارين دول خلاص بقوا خارج الوزاره، ومنهم المستشارين هم كانوا متبنيين تماما موضوع هذا الصكوك. اعتقد ان فكره الصكوك هي فكره جيده، لكن انا شايف ان احنا محتاجين اكتر شفافيه لهذه الفكره، من لازم نعرف ايه المشروعات اللي هيتم تمويلها الصكوك. لكن انا شايف الوقت الراهن اللي موجود في الحاله السياسيه الموجوده في البلد، لو فكرنا في طرح صكوك ممكن مؤسسات ماليه عالميه او اي حد هيفكر في تمويل هذه الصكوك ممكن يراجع القرار. فانا اعتقد انها الفكره، انا في وجهه نظري انا احب انها تفضل قائمه، لكن احب انها تبقى اكتر شفافيه عشان نبقى عارفين التمويل من الصكوك دوت هو رايح فين، واختيار الوقت المناسب لهذا الطرح. طب الاسبوع القادم تداولات قبل عيد الفطر المبارك، كل سنه وحضرتك طيب والمشاهدين بخير. توقعات حضرتك ايه؟ يعني انا وجهه نظري يعني الحاله الامنيه في البلد هي اللي تبقى متحكمه في هذا الموضوع، لكن انا شايف ان السوق هيمشي بالحركه العرضيه اللي هو موجود فيها، لان حتى يعني ان شاء الله الاسبوع القادم اخر اسبوع في شهر رمضان المبارك هيبقى لو اجازه هيبقى اجازه، يبقى التداولات هيبقى يوم واحد بس اعتقد، تبقى ممكن اجازه يبقى يوم الخميس والجمعه والسبت، ده طبيعي اجازه، وهتبتدي التداول يبقى لحد هتبقى العطله يوم واحد، فهي مش هتاثر اطلاقا في تعاملات السوق. احنا في النهايه بنشكر الاستاذ احمد العطوفي خبير اسواق المال، شكرا جزيلا لك. شكرا. ومعه مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، شكرا والى اللقاء.